من أكثر الأخبار اللي صدرت الترند خلال الأسبوع اللي فات كان خبر وفاة رجل أعمال المصري محمد الفايد وهو في عمر 94 سنة، وده طبعاً بعد مسيرة طويلة جداً من النجاح في مجال الاقتصاد والأعمال في بريطانيا. ويمكن من المفارقة الغريبة في خبر وفاة محمد الفايد هو أن وفاته جت بعد يوم واحد بس من الذكرى 26 للحادث الأليم اللي أدى لوفاة ابنه دودي الفايد والأميرة ديانا سنة 97 في باريس. ومن أغرب المعلومات المتعلقة بمحمد الفايد كانت التصريح اللي قاله سنة 2006 لصحيفة ذا صن البريطانية، واللي أكد فيه أنه وصى بتحنيط جثمانه بعد وفاته واستخدام الموميا كعقرب من عقارب الساعة العملاقة اللي بتزين متجر هاردز في إنجلترا، ولكنه تراجع بعد كده عن الفكرة دي. ومحمد الفايد ليه 5 أبناء، ابن واحد من زوجته الأولى وهو دودي الفايد، وأربع أبناء من زوجته الثانية وهي سيدة فنلندية، وهم كاميليا وياسمين وعمر وأحمد.